8 لاعيبه بيروحوا في وقت كان في على عين. طب قبل ما نتكلم عن المنتخب والدرجه الاولى الفتره اللي لعبت فيها هنا بقى في الناشئين في نادي المنصوره فاكر اول مكافاه واول فلوس خدتها أول في نادي المنصوره؟ بس مش عايزك تضحك. لا ازاي بقى؟ اول مكافاه خدتها كنا بنلعب بالاس، المنصوره بتلعب بالاس، كابتن عبد الحميد زاهر جابني وكان في حارس مرمى اسمه احمد سعود وقعدني احتياطي. مش هتصدق اول فلوس اخدتها من الكوره كان 15 قرش. ده كان مبلغ 15 قرش. بقيت سعيد جدا ورحت دخلت السينما ووضحت عملت ايه بال 15 قرش؟ دخلت السينما بقى وصرفتهم كلهم بقى. فلا لا 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 الحياه اتغيرت وحبنا للكوره كان زمان لشخص الكوره وللجماهير. احنا كنا بنخاف نتعادل او نخسر واحنا في الدوري الممتاز لان الناس دي هتزعل مننا. ما كناش كان الاستاد ده في الماتشات الدرجه الاولى هو ده، مفيش مكان هنا، هو ده الملعب وهو ده وهي دي الارض. لو بتتكلم وتنطق هتقول لك علشان كده جينا لك هنا الملعب اللي شاهد العصر الذهبي. شايف جمله حلوه قوي يا كابتن، مصر حماها الله، المنصوره ما شاء الله. الحمد لله المنصوره كان في ورقه في جدول كده الدوري الممتاز بينزلوها في الجرايد، فكانوا بيلقبوا ان الاستاذ نجيب مسكاوي رحمه الله عليه كان يقول لك ترتيب الانديه كان الاهلي الاول، الزمالك الثاني، اتحاد سكندري الثالث، المنصوره الرابع. وكان اياميها كان افضل 28 مركز. مباراه في الدوري كله 14 راوند اولاني 14 راوند ثاني. كان ده من احسن المواسم اللي احنا لعبناها، كان 77 76 77 حاجه كده يعني. وكان كل نادي له مقطع من اغنيه. فكانت المنصورة من حاول فك ضفائرها يا ولدي مفقود عبد الحليم حافظ. اللي يجي المنصورة ويجي ما تحاولش تجيب في جون لانك انت كده مفقود مفقود. استعاد شعبية كانت هنا من المنصورة وحافظ الاهلية فكانت هي الاولى بقى تغني للمنصورة. لا هو الفن ايمان، كانت المنصورة لسه طالعة خرجت عباقرة عباقرة. الكابتن محمود الخطيب من قرقيره، اسامه الباز وفاروق الباز من اخطاء وسياسيين ولاعيبه كوره لا لا في ناس عالميين ويعني مش عايز اقول لك في الفن وفي ممثلين وفي ناس كتير، بس هو راحت الذاكره طبعا عشان داخلين دلوقتي قريبين من السبعين. طب فاكر بقى اول مباراه تلعبها هنا في استاد المنصوره مع الدرجه الاولى؟ كنا بنلعب بني سويف والحمد لله طلعنا 1-0 وكان ربنا موفقنا وكسبنا بني سويف هنا في المنصوره. كان اول مباراه لنا. انا فاكرها كويس جدا. طب انت خدت مكافاه في الناشئين 15 قرش، كان اول بقى مكافاه مع الدرجه الاولى. اقسم بالله كان 15 قرش في مش عارف 25 جنيه باين زادت المكافاه. لا الفرق بقى 25 جنيه. بس هو انا ما كنتش ببص لدي لسبب، لان انا كنت التحقت بكليه التربيه الرياضيه لما اتخرجت من ثانويه عامه وبتاع رحت تربيه، فكان مشواري مؤلم جدا. انا عانيت يا كابتن اسامه عانيت. انا كنت اتمرن هنا واخرج من هنا اروح البيت اتعشى واركب مواصله المنصوره القاهره عشان ابات في الداخليه بتاع كليه التربيه الرياضيه، اوصل بالليل متاخر عشان اصحى الصبح المحاضرات. وكان اساتذتي الدكتور عمرو ابو المجد، الدكتور مفتي، الدكتور طه اسماعيل، الدكتور صبر العدوي، اشرف جابر، كانوا اساتذتي بيدرسوا له على مدار السنين اللي انا حضرتها كره قدم، والكابتن حنفي مختار رحمه الله عليه الاستاذ. فكنت بعاني، وبعدين اجي تاني يوم عندي بعدها بيوم في تمرين، اخلص محاضرات الساعه 11 ويبقى عندي محاضرتين ثلاثه عشان اجي اتمرن عشان ما اقعدش احتياطي. عايز العب فلازم احضر اكبر كميه من التدريب جنب المباراه. طب قول لي بقى واحنا